من كافنتري البريطانية معي رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد رامي. الضبابية حول قادم إدلب تزيد بطبيعة الحال من خوف وقلق الأهالي، هل من معلومات إضافية بداية عما يعيشه المواطن بداخل إدلب؟ نعم، مساء الخير. طبعا ما جرى يوم أمس أو ليلة أمس حقيقة الأمر بعد التصريح وزارة الدفاع الروسية حول جسر الشغور، وأن جسر الشغور قد تشهد عملية تمثيلية كيميائي من قبل فصائل المعارضة، زرع الخوف لدى المدنيين في تلك المنطقة من غارات روسية قادمة. أدى الأمر إلى نزوح أكثر من 400 عائلة من مدينة جسر الشغور باتجاه ريفها الشرقي والشمالي. هذا النزوح أيضا كان هناك مخاوف أخرى في الطرف الآخر من جنوب إدلب وهو جنوب شرق إدلب. يوم أمس وأمس الأول كان هناك نزوح لأكثر من 3000 مدني باتجاه ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي، ومنها يجري الانتقال إلى عفرين، مناطق سيطرة احتلال تركيا. اليوم نقول بأن ما يجري في إدلب، مخاوف المشروعة للمدنيين في إدلب، مرتبطة بما اتفقت عليه روسيا وتركيا. لماذا القصف الجوي الروسي مستمر بشكل يومي بعد القمة الثلاثية في طهران؟ بالتزامن مع ذلك تدخل قوات تركيا إلى داخل الأراضي السورية للانتشار. هل هناك اتفاق غير معلن ما بين الأتراك والروس حول تقاسم النفوذ على إدلب؟ لا نستطيع الجزم بهذا الأمر، ولكن ما نعلمه على الأرض أن هناك قوات عسكرية للنظام موجودة من ريف اللاذقية الشمالي الشرقي مرورا بريف حما الشمالي الغربي وريف إدلب الشرقي وإلى ريف حلب الجنوبي. هل ممكن أن نوضح الصورة أكثر ونقف على معلومات عن الوضع بالداخل حتى لمن هو في الداخل غير مخاوف الهروب؟ نتحدث عن قلة مواد غذائية ومياه للشرب والخدمات الطبية، هل ممكن أن نقف أكثر على هذا الوضع؟ نتحدث عن النزوح، النزوح إذا ما زاد عدد النازحين إلى أين؟ إلى مناطق في الأساس هي يوجد فيها اقتزاز كبير بالنازحين من مناطق سورية أخرى. نتحدث عن إدلب التي يتواجد فيها 3 ملايين مدني، إذا ما كان هناك نزوح شامل أي نحو 800 ألف مدني مثل ما تتحدث الأمم المتحدة، أين سيذهب هؤلاء؟ هل هناك إمكانية للمنظمات الإغاثية المدعومة دوليا أن تقوم بإغاثة هؤلاء في إدلب؟ أعتقد هذا صعب جدا، لأن الأعداد ستكون كبيرة جدا في حال كانت العملية العسكرية شاملة. طيب، في الحديث عن جديد الممرات الآمنة فيما يتعلق بالتنسيق من أجله؟ لا يوجد أي جديد على الممرات الآمنة حتى اللحظة. قلت لك هناك ضبابية بخصوص العملية العسكرية، هل ستنطلق مثل ما قال دمستورا يوم غد العملية العسكرية في إدلب بالتزامن مع عملية من المفترض أن تنطلق على ضفاف الفرات الشرقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية؟ لا نستطيع الجزم بهذا الأمر لأن الضبابية كاملة بخصوص إدلب. صحيح، أنا أشكرك على هذه المعلومات. من كافنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير مرصد سوري لحقوق الإنسان.